الرسمة السحرية. أنا الرسامة الصغيرة ميو ميو، أحب مساعدة الآخرين لنتحقق مما إذا كان أي شخص يحتاج إلى مساعدة. يبدو أن شخصا ما يحتاج إلى المساعدة. النجدة، النجدة! أيتها الأم الخروف، ماذا حدث؟ لقد سقط طفلي في الحفرة الكبيرة، الرجاء مساعدتي في إنقاذه. لا تقلقي، سأتحقق من ذلك. نحتاج إلى رفع الخروف الصغير بالبالون. تأتي الفراشة السحرية للمساعدة. البالون. أصدقائي الأعزاء، هل يمكنكم مساعدتي في الرسم؟ أصفر. أرجواني. شكرا لك يا ميو ميو. أراك لاحقا. لنتحقق مما حدث في المقدمة. حبيبتي، ما الأمر؟ أيتها الجينية ميو ميو، أريد أن أنضم إلى الحفلة التنكرية، لكن ليس لدي فستان جميل، أيمكنك مساعدتي في ارتداء الملابس؟ لا توجد مشكلة، سأساعدك على أن تصبح الأميرة الأكثر جاذبية في الحفلة. أريد أن أرتدي فستان أميرة جميل في الحفلة. دعني أرسم فستانا لك. تأتي الفراشة السحرية للمساعدة. فستان الأميرة. أصدقائي الأعزاء، هل يمكنكم مساعدتي في الرسم؟ أخضر. أصفر. أرجواني. أحمر. عمل رائع. الفستان جميل للغاية. لنساعد الفتاة الصغيرة على ارتدائه. شعري مشعط للغاية. هل يمكنك المساعدة في تمشيطه؟ دعني أرسم مشطاً سحرياً لتمشيط الشعر. تأتي الفراشة السحرية للمساعدة. المشط. أصدقائي الأعزاء، هل يمكنكم مساعدتي في الرسم؟ أزرق. ساعد الفتاة الصغيرة على تمشيط شعرها بدقة. كيف يمكنني الذهاب إلى الحفلة بدون قناع؟
يعتمد عليه. تأتي الفراشة السحرية للمساعدة. قناع، حاولوا رسم الصورة. أصفر، أحمر، أزرق. واو، إنها مذهلة. ساعدي الفتاة الصغيرة على ارتداء القناع. شكرا لك يا ميو ميو، لنذهب إلى الحفلة معا. شكرا لك يا ميو ميو، أحب هذا الفستان. عفوا، استمتع بوقتك. أراك لاحقا. لنتحقق مما حدث في المقدمة. ما الأمر أيتها القطة؟ أوه، أتدور جوعا. أريد تناول سمكة صغيرة. لدي فكرة. تأتي الفراشة السحرية للمساعدة. السمك. أصدقائي الأعزاء، هل يمكنكم مساعدتي في الرسم؟ أراك لاحقا. هل تحتاج إلى مساعدتي سانتا كلاوس؟ أوه لا، عيد الميلاد قادم ولا يزال لدي الكثير من هدايا عيد الميلاد لتنمو. لا تقلق سانتا كلاوس، سأساعدك. لا تزال شجرة عيد الميلاد شجرة صغيرة، فهي تحتاج للشمس للنمو. اسمح لي أن أرسم شمسا كبيرة. تأتي الفراشة السحرية للمساعدة. الشمس. حاولوا رسم الصورة. أصفر، أحمر، أصفر. تبصق الشمس أشعة شمس الجني الصغير. انقر لمساعدة شجرة عيد. تحتاج شجرة عيد الميلاد أيضا إلى الكثير من الماء. أرسم سحابة صغيرة وسيبدأ المطر. تأتي الفراشة السحرية للمساعدة. السحاب. أصدقائي الأعزاء، هل يمكنكم أزرق؟ أحسنت. لنسقي شجرة عيد الميلاد.
واو، لقد كبرت الهدايا. ما الذي يجب أن نستخدمه لجمعها؟ اسمح لي أن أرسم صندوق هدايا. تأتي الفراشة السحرية للمساعدة. صندوق الهدايا. حاولوا رسم الصورة. لون قوس قزح. واو، إنها مذهلة. الرسامة الصغيرة ميوميو، شكرا لك على مساعدتي في نمو الهدايا. أراك لاحقا. إنه لمن دواعي سروري أن أساعدك. أراك لاحقا. لنتحقق مما حدث في المقدمة. مرحبا أيها النمر الصغير، يا لها من حفلة رائعة. إنه عيد ميلادي، لنحتفل معا. حسناً، اسمح لي أن أرسم كعكة كبيرة. تأتي الفراشة السحرية للمساعدة. كعكة عيد الميلاد. حاولوا رسم الصورة. أصفر. أخضر. أرجواني. أحمر. عمل رائع. لقد ساعدت العديد من الأصدقاء اليوم. أنا سعيدة للغاية.